للحديث عن تداعيات الزلزال المدمر في سوريا وتركيا معنا من اسطنبول عضو الهيئة الفنية العليا للكشافة التركية القائد هشام حلمي، ومن ريف إدلب الصحفي السوري السيد مصطفى الخلف. مرحبا بضيفي الكريمين. سيد هشام، هلا حدثنا عن مشاركتكم في إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر، أكبر زلزال شهدته المنطقة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية باسمنا وباسم كل إخواننا بنعزي أهلنا في تركيا في المصاب الجليل اللي حصل، اللي طبعا ألمنا كلنا، وأي مجهود إحنا بنحاول نعمله دلوقتي هو هيكون أقل بكتير من اللي نقدر أو نكون عايزين إن إحنا نقدمه. إحنا ككشافة تركية أو كمجموعات كشفية عربية موجودة في تركيا كان لنا مجهود ومساهمة في عمليات البحث والإنقاذ ودعم إخواننا في هذا الحدث الأليم. في العموم الكشافة التركية في عندها هيئة متخصصة في البحث والإنقاذ اسمها اتفاكة، والهيئة دي دايما موجودة جنبا بجنب للتنسيق مع الجهات المعنية من الدولة مثل الأفات في الأزمات والكوارث، وبنكون موجودين مقسمين على الولايات بتاعة تركيا بحيث ان لو لا قدر الله حصل اي عاجل بيكون موجود فرق من الكشافة للبحث والانقاذ والمساعدة في هذا الامر. احنا في الحدث الاخير دوت كان عندنا مجموعة من المجهودات، ابتدت بحملة للتبرع بالدم بدأناها من هنا من اسطنبول، كنا موجودين في المراكز بتاعة الهلال الاحمر بالتنسيق مع الهلال الاحمر، موجودين من اول ليلة حصل فيها الزلزال في 8 محافظات، موجودين حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها الان 1250 شخص في 8 محافظات، في اسكندرون وفي اضنا وملاطيا واضيامان وغازي عنتاب وخطاي وكهرمان مرعش. وصلت الافواج وما زالت بنفوج كل يوم او كل يومين بنفوج على الاقل منبصين لثلاث باصات للاماكن المنكوبه. في جهود للتنسيق مع الجهات المعنيه من جهات البحث والانقاذ في الدوله. احنا بصفتنا مجموعات كشفيه عربيه موجوده هنا في اسطنبول وفي بعض الاماكن، بعثنا المجموعات اللي موجوده عندنا بما تيسر من المجهود مع الباصات اللي موجوده ضمن جهود الكشافه التركيه في البحث والانقاذ وتخفيف المعاناه. ايه نوعيه المجهودات اللي بتتم هناك؟ طبعا بخلاف البحث والانقاذ واستخراج المنكوبين، لان احنا بنكون حاصلين على الفرق بتاعتنا حاصله على تدريب خاص بيمكنها من انها تؤدي مجهود محترف في البحث والانقاذ في الاماكن المنكوبه. برضو احنا مسؤولين عن مساعده الهلال الاحمر في نصب الخيام ومراكز الايواء للاجئين في الصالات الرياضيه وفي اماكن المعارض، ويمكن ده تحديدا جزء من المجهود اللي الشباب حاليا بيعملوه. حاليا موجودين زي ما قلت لحضرتك في ملاطيا. الكشافه هي الكشافه التركيه جزء من جسم كبير قوي حوالين العالم، موجود في كل العالم اللي هو الحركه الكشفيه، ونوع من التضامن ان احنا جالنا فرق من باكستان، ويوم السبت صباحا ان شاء الله هيوصل فرقه مكونه من 30 شخص من اتحاد كشاف لبنان، هيكونوا موجودين معانا ان شاء الله في كهرمان مرعش. سدد الله خطاكم، بارك الله فيكم استاذ هشام. استاذ مصطفى، كيف تقيم الاوضاع في الشمال السوري بعد هذا الزلزال المدمر والضحايا الان تحت الانقاض وعمليات الانقاذ؟ نعم، تحياتي لك وللساده المشاهدين. في العموم اليوم الرابع على التوالي اقل ما يمكن ان يقال عن الوضع في شمال غرب سوريا انه كارثي الى الان. حتى قبل قليل فرق الدفاع المدني كانت تعمل على انتشال الضحايا من بين ركام المنازل التي دمرت بفعل الزلزال، ودعني أشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت فرق الدفاع المدني ارتفاع عدد القتلى في هذه المنطقة إلى 2030 شخص، وهذا الرقم مرشح وهذه الأعداد مرشحة للزيادة لوجود عائلات بأكملها ما تزال تحت ركام المنازل في جنديرس في ريف حلب الغربي، وكذلك أيضا في سلقين وفي أرمناز وفي بسنية وفي حارم وفي هذه المناطق جميعها التي تأثرت بفعل الزلزال، ونحن نتحدث أيضا عن أكثر من 3000 إصابة. فرق الدفاع المدني أنهكت تماما، و
هناك تعطل لبعض المعدات بالإضافة إلى المشافي المكتظة بالجرحى والمصابين الذين تعمل الفرق على إنقاذهم. أيضا أنهك الفرق الإسعافي قبل قليل أيضا أطباء بلا حدود أعلنوا أن المواد في هذه المنطقة وفي داخل سوريا بدأت بالنفاذ. هناك الجميع يناشد الأمم المتحدة، الجميع يناشد المنظمات العالمية، الجميع يناشد فرق إسعافية من خارج هذه المنطقة، فرق مختصة في رفع الإنقاذ عن العوائل من خارج هذه المنطقة، لأن نسبة إخراج عائلة واحدة أو شخص واحد من تحت الأنقاض حيا بدأت تتضاءل شيئا في شيء بعد أكثر من 80 ساعة تقريبا على وقوع الزلزال. هذه الفرق ما تزال تعمل في المنطقة. نعم. سيدي هشام، التبرع بالدم والمال والمعدات إلى أي مدى أثبتت الأثر الإيجابي للجالية العربية لدعم إخوانهم في تركيا؟ طبعا هو اي دعم هيكون موجود سواء دعم لوجستي او دعم مادي هيساهم في تخفيف العبء اللي موجود على الناس اللي شغاله في الارض في الساحه وفي الميدان. احنا بنتكلم عن الجهود اللي موجوده هي جهود منظمه مش مجرد مشاركات فرديه، يعني يمكن الحمد لله لان الكشافه هي جسم اصلا منظم، فبالتالي كل الجهود اللي بيتم تنسيقها عن طريق الكشافه، وانا بتكلم عن الكشافه هنا بحكم ان انا موجود في الهيئه الفنيه العليا للكشافه التركيه، ولكن ده لا ينفي باي حال من الاحوال مجهود الجاليات العربيه والمبادرات اللي احنا بنشوفها حوالينا، اللي احنا طبعا بنثمن كل هذه المبادرات واللي بتفرق كتير جدا مع الجانب التركي. يعني انا لو حابب انقل لك نبض الناس اللي هي بتتعامل مع الشباب على الارض، انه في وسط الضغط دوت اللي موجود وفي وسط الالم اللي موجود، مجرد ان حد يسمع صوت واحد يعني بيبرز التضامن بتاعه، يعني بيشعروا بالامان بعد الأوقات العصيبة اللي هم بيكونوا مروا بيها. فبالتالي التواجد اللي موجود هنا دوت حاليا مننا على الأرض هو يعني مش شيء احنا بنعمله تكرما مننا، بالعكس ده الواجب اللي بيعمله الأخ الأخوه، واللي لو احنا كنا موجودين في هذا الوضع وهم كان أي حد غيرنا من إخواننا الأتراك زي ما عملوا معنا وأبرزولنا قيم الأخوة في مواقف مشابهة، كانوا هيقوموا بالمثل لو كنا في نفس المأزق. فاللي احنا بنعمله دوت هو يعني مش تكرم، ده هو واجب، والاصل ان احنا كمان نزيد من المجهود دوت لنخفف المعاناه عن الاهالي واخواننا اللي موجودين في الاماكن المنكوبه. نعم. سيد مصطفى، مع الحديث عن قافله المساعدات التي تدخل، هناك معوقات من قبل النظام السوري، الى اي مدى ذلك صحيح؟ نعم سيدي، دعني أبدأ من قافلة المساعدات التي دخلت عبر معبر باب الهوى، والتي هي مساعدات دورية تدخل بطريقة اعتيادية إلى هذه المنطقة، ولكن ما حدث في تركيا وانقطاع الطرق ربما وصعوبة الوصول إلى معبر باب الهوى أخر يعني وصول هذه القافلة في الوقت المحدد، إلى أن فرق الدفاع المدني العاملة في الميدان والتي تعمل هي المنظمة الوحيدة تقريبا التي تعمل على انتشال العالقين من بين الركام، قالت أننا نشعر بخيبة أمل جراء وصول هذه القافلة الدورية وهذه المساعدات الدورية، على اعتبار أنها لا تحتوي على معدات إنقاذ، على اعتبار أنها لا يمكن أن تساعدهم في انتشال العالقين من بين الركام. بالنسبة للنظام السوري، هناك محاولات مستمرة من خلاله لإعاقة وصول المساعدات إلى هذه المنطقة، وهو يحاول أن يستغل، ليست المرة الأولى، هو دائما يحاول أن يستغل الأحداث في سوريا لإعادة ربما العلاقات مع المنظمات التي تعمل في هذه المنطقة، أو على العموم النظام يحصل بشكل عام وبشكل سنوي على نسبة ربما تزيد عن 70% من نسبة المساعدات الأممية المقدمة إلى سوريا، وهذه المناطق لا يصلها إلا أكثر ربما أو النسبة لا تزيد عن 25 إلى 25 نسبة مئوية من المساعدات. إلى ذلك مع استمرار الكارثة ومع وجود العوائل تحت الأنقاض، النظام السوري، دعني أشير أيضا إلى أنه يشارك بعض الصور من هذه المناطق على اعتبار أننا كصحفيين نصدرها بدون أي علامة ليتثنى للوكالات العالمية ولوكالات الأنباء وللقنوات كمقاطع الفيديو مشاركتها عبر معرفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالعموم إلى أن النظام بدأ ب
لربما نشر بعض الصور التي خرجت من هذه المنطقة، يروج إلى أن مناطقه أيضا تتعرض، أو فرق الإسعاف لديه تعمل. خرجت قبل قليل عدة صحفيين وعدة صانعي محتوى من مناطق سيطرة النظام، وقالوا بأن المساعدات حتى التي دخلت عن طريق النظام لم تصل إلى حلب ولم تصل إلى اللاذقية إلى الآن. هناك مناشدات في الجوامع في حلب لأن العوائل إلى الآن تنام دون أغطية داخل المساجد وداخل مراكز الإيواء، على الرغم من أن العديد من الدول أرسل المساعدات، بالإضافة إلى بعض المنظمات العالمية أرسلت المساعدات إلى مناطق قوات النظام أو إلى مناطق سيطرة النظام، لكنها لم تصل إلى من يحتاجها بعد. البعض يقول سيد مصطفى أن هناك تخاذل أممي، إلى أي مدى ترى أن الأمم المتحدة بمستوى التحدي ومستوى الضرر والخطورة التي تعرضت لها سوريا والشعب السوري ومتضرري الزلزال؟ سيد مصطفى، طيب سيد هشام تسمعني؟ نعم أسمعك. ألا تجد الآن يعني بات من الضروري جدا يعني توسيع نطاق عدد الشباب الذين من الممكن أن يساعدوا ويسهموا في إنقاذ يعني الناس تحت الأنقاض؟ هل ترى أن الوقت يسمح؟ هل هناك متسع من الوقت لتدريب أكبر عدد من المتطوعين؟ خليني يعني أفصح لحضرتك بصراحة يعني من نبض العمل اللي على الأرض في الساحة. طبعا يعني لا يخفى عن الجميع أنه كلما زاد الوقت كلما كان فرص النجاة طبعا ربنا يحفظ الجميع بتكون أقل. فالمجهودات اللي بتكون موجودة على الساحة بتكون مقسمة لعدة أقسام، يعني بتبدأ بالبحث والإنقاذ وبعدين في الإغاثة والإعاشة. فيمكن المجهود اللي هيكون فيه احتياج ليه أكبر هيكون الإغاثة والإعاشة، لأن البحث والإنقاذ يعني هيبدأ دلوقتي يكون متخصص ومقتصر على الفرق الفنية. يعني احنا حتى الشباب المتواجدين على الأرض من المجموعات بتاعتنا رغم أنهم متخصصين إلا أن الحاجة لوجود معدات ثقيلة هي يعني الاهم دلوقتي في الموضوع بتاع البحث والانقاذ. انما بخصوص الاغاثه والاعاشه فيعني احتياج الناس للملابس، احتياج الناس للمواد الغذائيه، احتياج الناس للاجهزه اللي بتساعد في التدفئه، احتياج الناس للخيام، دي هتبقى الحاجات الاكثر احتياجا خصوصا واحنا بنتكلم على اجواء قارصه البروده في الولايات الجنوبيه. الدور اللي ممكن يعمله الناس هو ان هم يكونوا جاهزين لدعم الاغاثه والاعاشه اكثر من البحث والانقاذ. اما بخصوص المستقبل طبعا مهم ان احنا يكون الناس متدربه على البحث والانقاذ، مهم جدا ان الناس يكون عندها البنيه التحتيه والبنيه المعلوماتيه لازاي يتم التعامل مع مثل هذه الحالات في الحالات الطارئه وفي الحالات العاجله. اللي احنا محتاجين نحط عيننا عليه قدام هو ازاي ان احنا ممكن نقدم الدعم النفسي، ازاي ان احنا ممكن نساعد العائلات المنكوبه في انها تكمل حياتها بعد المشاهد القاسيه اللي عاشتها. وانا اعتقد يعني اذا سمحت الفرصه ممكن اتكلم عن الدور اللي ممكن تقوم بيه الكشافه في هذا الصدد. بالتاكيد سيد هشام، اقوم معي لو سمحت. سيد مصطفى، طبعا كثير من المراقبين لما جرى من كارثه عظيمه حصلت نتيجه هذا الزلزال يقولون بان هناك تخاذلا امميا تجاه ما يجري في سوريا، حيث لم يكن المجتمع الدولي بمستوى التحدي. كيف تنظر إلى الأمر؟ هل هذا الأمر فعلا هو صحيح؟ نعم فعلا، المنظمات هنا والمجتمع هنا، الناس، الأهالي، جميعهم بعد إطلاق هذه المناشدات وبعد الصور البشعة التي خرجت من هنا لعمليات الإنقاذ وللأطفال الذين قضوا أكثر من 70 إلى 60 إلى 40 ساعة بين ركام منازلهم، وهذه الأضرار الكبيرة التي حصلت، انهيار أكثر من 300 مبنى على رؤوس ساكنيه، قلة المعدات المتواجدة لدى الفرق العاملة أو فريق الدفاع المدني تحديدا الذي يعمل من اليوم الأول، كل هذه المعطيات مع عدم دخول، مع عدم إيصال المساعدات إلى هذه المنطقة، مع عدم إدخال فرق مختصة إلى هذه المنطقة بشكل مباشر، دعا الناس ودعا بعض الوسائل الإعلامية إلى فعلا اتهام المجتمع الدولي واتهام منظمة الأمم المتحدة بالتخاذل لمساعدة هؤلاء الناس الذين ما زالوا يعانون حتى هذه اللحظة
تحت ركام منازلهم بالإضافة لماذا أيضا لماذا الذين يصر النظام استطاعوا أن على يخرجوا تمرير هذه الأحياء المساعدات؟ لماذا الذين يصر خرجوا أحياء سيد مأساة مصطفى يعانون أيضا تسمعني؟ في العراء وفي مراكز اللواء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة. لماذا يصر النظام على تمرير هذه المساعدات من المناطق التي تقع تحت سيطرته فقط؟ أستاذ مصطفى سمعتني؟ سمعت سؤالي؟ عفوا لم هناك نسمع بشكل هناك جميل. إصرار من قبل النظام السوري على أن تمر هذه المساعدات الدولية أو الأممية إلا من المناطق التي يسيطر عليها، الخاضعة تحت سيطرته، ولا يسمح أو ولا يسمح بمرور هذه المساعدات من المناطق الأخرى أو مناطق المعارضة. لماذا؟ نعم، ليست المرة الأولى عزيزي. النظام منذ السنوات الأولى لحرب الدائرة في سوريا يحاول منع إيصال المساعدات إلى هذه المنطقة، يحاول دائما أن تعمل المنظمات الأممية والمنظمات العالمية في مناطق سيطرته، يحاول أن يروج حتى ليلة البارحة وحتى ظهر اليوم وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري تروج إلى أن هذه المنطقة أو منطقة شمال غرب سوريا عموما، رغم كل الفيديوهات ورغم وجود عدد كبير من الصحفيين ومراسلي القنوات ورغم بثنا لعشرات بل آلاف مقاطع الفيديو وصور من هذه المنطقة، لأن النظام يصر على أن يستغل هذا الموقف ويستغل الأحداث دائما من خلال أن تستفيد مناطق سيطرته. على العموم أنها لم تستفيد، الناس في مناطق سيطرة النظام المنكوبين لم توصل لهم المساعدات بعد، رغم تدفق المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام ورغم إرسال عدة دول عربية ودول أخرى مساعدات إلى المناطق المسيطرة عليها لأنها لم تصل إلى مستحقيها بعد. نحن نتحدث عن عصابة، عصابة بكل معنى الكلمة تسيطر على هذه البقعة الجغرافية أو ما يسمى بمناطق سيطرة النظام. نعم سيد هشام، أخيرا وعلى عجالة في أقل من دقيقة، ما الرسالة التي تود إيصالها؟ طبعا يعني الرسالة اللي احنا بنود إيصالها هي رسالة كلها دعم، كلها مؤازرة، يعني كلها حزن على اللي حصل، ولكن حزننا وتضامننا ودعمنا لن يكفي بالكلام. يعني أنا ببعت رسالة لكل الناس القادرة على المشاركة بالدعم المالي أو بالدعم اللوجستي أو حتى على الأقل بالدعم النفسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رسالة دعم لإخواننا الأتراك ولأهلنا المتضررين في الولايات الجنوبية. ربنا يرحم من فقدناهم ويلطف بزويهم يا رب ويصبرهم ويربط على قلوبهم، ويقدرنا أن احنا كلنا نكون قدر المسؤولية في الوضع اللي احنا كلنا وضعنا فيه دوت، وربنا يجزي خير كل من يستطيع ان يساعد ويقدم المساعدة. نعم، من اسطنبول عضو الهيئة الفنية العليا للكشافة التركية القائد هشام حلمي، وكذلك من ريف إدلب الصحفي السوري السيد مصطفى الخلف، شكرا لكما.